مرحبا. قيمتك بالسر يلي بتدفنه بقلبك لما بتنتهي علاقة شو ما كان نوعها، علاقة حب، علاقة عمل، أو أي نوع من العلاقات. كلمتين على الماشي بدها تقلك اليوم، إذا انتهت علاقتك مع شخص ما تجرح فيه انطلاقا من يلي بتعرفه عنه أو بالسر يلي سلمك إيه وقت يلي وثق فيك، إنما جمع أسراره وتفنها بمكان وما تنسى هالمكان، لأنه لنهاية أخلاق. والله معك.